حبايبي الحلوين الطعمين الصغنطتين، رجعت لكم تاني مع الجزء التاني من حكايتنا بتاعت فلافيلو والنحلة سكرة. احنا كنا وقفنا يا اصحابي ان سكرة دخلت عليهم وهي مبسوطة جدا وبتقول لهم انا رجعت، عاملين ايه يا اصحابي؟ انتوا وحشتوني كتير. سكرة ازيك؟ انت اتاخرتي ليه؟ ده احنا اتخضنا قوي. ايه يا سكرة، احنا مستنيينك من بدري خالص، ده حتى فلافيلو كان زهقان وزعلان جدا وفاكر ان انت نسيتيه. لا يمكن طبعا انساكم، ازاي انساكم؟ انا عملت كل اللي انا وعدت بيه. سكرة قولي ان انت لقيتي ماما، قولي لي يا سكرة ان انت لقيتيها من فضلك، انا بعيط. انا مستنيها من بدري. ما تخافش يا فلافيلو، انا قلت لك مش هرجع من غير ما يكون عندي اخبار. طبعا دورت ولقيتها. طب احكيلي بسرعة، احكيلي ايه اللي عملتيه. يلا سكرة بقى، احنا مستنيينك من بدري يا شيخة. سيو 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 سيو، سكرة يلا حكينا عملت ايه يا سكرة، احنا مستنيينك من بدري. بصوا يا اصحابي، انا رحت وتقلت كتير على مامة فلافيلو لحد ما لقيت حد دلني عليها وقال لي ان هي كمان بتدور عليه. بجد ماما بتدور عليا يا سكرة. طب انتي شفتيها؟ بصي يا فلافيلو، انا بصراحه ما شفتهاش لسه، لكن عرفت مكانها وعرفت هي فين وقدرت احدد المكان اللي هي موجوده فيه بالظبط. طيب يا سكره ما رحتلهاش ليه؟ ما احنا مستنيينك يا بنتي من الصبح. انا ما رضيتش اروح علشان خفت لحسن تقلقوا ان انا اتاخرت، قلت اجي اطمنكم الاول واعرفكم ان انا عرفت مكانها وهروح بسرعه علشان اقول لها ان فلافيلو معانا. طب روحي بسرعة يا سكرة، الله يخليكي روحي، أنا مستنيها من بدري أرجوكي. حاضر يا فلافيلو متقلقش، أنا خلاص رايحة أهو، باي باي يا أصحابي. ودارت سكرة لحد ما اختفت. طب دلوقتي أنا هقعد أعمل إيه؟ ولا أي حاجة، إحنا هنستناها لحد ما ترجع تاني. هو أنت مش عارف إن إحنا قلنا لك إن إحنا لا يمكن نسيبك لحد ما نجيب لك مامتك؟ سيو 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 سيو، انا مش فاهمه انت قلقان ليه، احنا قلنا لك احنا جنبك ومعاك وهنفضل معاك لحد ما سكرة ترجع تاني. هي قالت ان هي هتروح وتدور على مامتك. اقول لك على حاجه، طالما انت قلقان كده انا كمان هروح معاها ونرجع لك كمان شويه. سيو 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 سيو، باي باي يا اصحابي دلوقتي. وكمان الكتكوت مشي وراح علشان يحصل سكرة ويدور على مامة فلافيلو معاه. يعني دلوقتي مفضلش غير انا وانت بس دلوقتي. ايوه يا صاحبي، انا وانت وبس، وهنفضل مستنيينها والشمس الجميلة دي بتحرسنا وزهرة عباد الشمس دي بتلعب معانا لحد ما ييجوا. انا واثق في سكرة، هي طالما قالت ان هي هتعمل حاجة، طالما قالت كده لازم تعملها، انا واثق فيها، واثق ان هي لا يمكن تنزل في كلامها ابدا، ودايما دايما توفي بالوعد، متقلقش خالص. طيب اديني مستنيه اهو لحد ما نشوف. بص يا صاحبي، احنا لازم نعمل حاجه نفرقعه كده، حاجه تخلينا نتبسط لحد ما تيجي. ما تيجي نقعد نلعب شويه؟ طيب يلا بينا نلعب. طب بس هنلعب ايه؟ هنشوف. بص احنا دلوقتي نقعد نتحرك كده وكتير كتير كتير، نقعد نلعب ونهزر لحد ما تيجي سكرة وتجيب لنا معاها الأخبار الجميلة اللي احنا مستنيينها. طيب يلا بينا نلعب. خلاص زي ما انت بتقول، احنا كده مفيش قدامنا حاجة غير ان احنا نلعب شوية. وفضل الأصحاب يلعبوا لحد ما فات وقت كتير. وفلافيلو سأله، بقولك ايه يا صاحبي، هو فات ايه دلوقتي؟ فات وقت قد ايه؟ بص يا فلافيلو، هو بصراحة عشان ما اكدبش عليك يعني هو فات وقت كتير، بس انا ما عنديش اي شك ان سكرة هتعمل كل اللي قالت عليه. انا كمان بحبها كتير، واثق ان هي هتعمل كل اللي قالت عليه، لكن انا برضو قلقان شوية. ما تقلقش يا صاحبي، سكرة دايما توفي بوقتها. ويا اصحابي، عدى وقت كتير فعلا، وابتدت الدنيا تدخل في المغرب، يعني الدنيا هتضلم،
وفلافيلو قلقان وعمال يعيط. انا عايز ماما، انا عايز ماما. والحمار ما بقاش عارف يعمل ايه، عمال شويه شويه يهديه وشويه هو كمان قلقان، لحد ما فجاه دخلت سكره ودارت حواليهم وقالت لهم: هو انتوا فاكرين ان انا ممكن كنت اسيبكم يا اصحابي؟ لا يمكن تفتكروا كده. سكره ازيك، عامله ايه؟ انا كنت ابتديت اقلق. لا طبعا، اوعى تقلق وانا موجوده. ايوه سكره، بس انت اتاخرتي قوي، احنا ابتدينا نقلق فعلا. لا يا سيدي ما تقلقش، انا خلاص موجوده اهو. سو الله، امال فين الكتكوت؟ سو 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 سو، انا جيت اهو وجبنا لكم اخبار حلوه كتير كتير. طب يلا يا سكره احكيلي بسرعه عملت ايه. بصي يا سيدي، انا قعدت ادور لحد ما لقيت ناس يدلوني على مامتك وقالوا لي على مكانها فين، ورحت لها وهي دلوقتي مستنياك وبتقول ان انت وحشتها قوي. بجد انا كمان بحبها وهي كمان وحشتني كتير كتير كتير. يلا بينا بسرعه نروح لها. يلا يا صاحبي يلا بينا نروح لها، واخدك ونروح. انا هنا علشان بس ما اقلقش عليك، هقف على دماغك هنا وانت تمشي بينا. يلا بينا، يلا يا سكره يلا معايا. وسكره خدته وهم كلهم مشيوا وراحوا عشان يودي مامته، وفعلا لقوا مامته مستنياه. مامته اول ما شافته حضنته وقالت له: ارجوك اوعى تاني تخدني عليك، ازاي تمشي وتعمل كده فيا؟ ازاي تخليني مخدوده عليك كده؟ قال لها: انا اسف يا ماما، عمري ما هعمل كده تاني. والحمار قال له: انت هتوحشنا قوي يا صاحبي، احنا خلاص خدنا عليك. سو 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 سو، وانت كمان هتوحشني كتير قوي، بس لازم ترجع لمامتك. ايوه انت لازم ترجع لمامتك يا فلافيلو لو انك هتوحشنا. صاحبي انا خلاص خلاص مضطر ان انا اسيبك دلوقتي، بس علشان اقولك انت هتوحشنا كتير قوي، بس على وعد مننا كلنا ان احنا نبقى نيجي ونسأل عليك عند مامتك. شكرا يا اصحابي، شكرا ان انتوا رجعتوني لمامتي. ورجع فلافيلو لمامته واتبسطوا مع بعض وعاشوا مع بعض في سعادة وهنا. وتوتا توتا خلصت الحدوتة، باي باي.